Good morning, my dear student. Today we will discuss urinary system. Urinary system formed of four lectures. هنتكلم عن urinary system في أربع محاضرات. معاكم في الأول دكتورة وفاء ربيع مدرس الهيستولوجي في الـ MTI. urinary system بالعربي اللي هو الجهاز البولي. عندنا some objectives لازم في نهاية المحاضرة نكون عارفينها أو نكون ألمينا بمعظم البوينتس الموجودة فيها. يعني أنت لما تخلص المحاضرة خالص ارجع بص الobjectives بتاعتك، شوف كل البوينتس دي أنت خلاص فاهمها ولا لأ. يلا بينا. هنتكلم دلوقتي بقى على urinary system أو excretory system. يعني إيه urinary system؟ urinary system ده الجهاز البولي المسؤول عن formation of urine. تمام؟ طيب بيبتدي من أول فين يا دكتور؟ تعال حضرتك بص معايا، ده مكان اليورينري سيستم في جسم الإنسان، وطبعا انتوا هتاخدوا مكانه أناتوميكالي وهتبصوا عليه أناتوميكالي. أنا هنا اللي يخصني under the microscope الستركشر بتاع الكيدني والستركشر بتاع اليوريتر والبلادر، أنا عايزة under the microscope، ده اللي يهمني. تعالى كده نبتدي نشوف بقى الكيدنيز دي بقى بتتكون من إيه، أو إيه اللي هبص عليه under the microscope. Now we will discuss the general structure of the kidney. The kidney, it is a bean shaped and it is paired organ. Paired organ mean we have two kidneys. The kidney from outside surrounded by a capsule like any parenchymatous organ. Any parenchymatous organ inside our body surrounded by a capsule. Under the capsule we have a cortex. Under the cortex we have the medulla. This part we called it renal valves. This part we called it the ureter. Okay? Again, the kidney formed of cortex and medulla, which is surrounded by a capsule. تعالوا بص معايا على الصورة الجميلة دي اللي بتوريك شكل الكيدني والديتيلز بتاعتها. احنا زي ما اتفقنا ان انا عندي الكبسول وده مكانه. under the capsule directly هيكون موجود عندي مين؟ الجزء ده. الجزء ده هيكون عندي it is the cortex, it is the outer part under the capsule. بعد ما بخلص الكورتكس بدخل على الجزء ده وهي المضلة. المضلة زي ما احنا شايفين بتتكون من renal pyramids or pyramids، زي ما احنا شايفين ادي البيراميدز اللي موجودة في المضلة. البيز بتاعتها towards the cortex، الابيكس towards the renal pelvis. This part is called renal pelvis. ده الرينال بلفس ده ال dilatation of the ureter، ال dilated part of the ureter اللي موجود في الكيدني، ده اسمه renal pelvis. بعد كده ده بيكمل بالureter. Again under the microscope it is the cortex. Under the cortex is the medulla. Medulla formed of pyramids. The base of the pyramid towards the cortex. Apex of the pyramid towards the renal valves. Okay, from the pyramid, some rays arise from it called medullary ray. Medullary ray عاملة زي شعاع كده موجودة على ال base of the pyramid بنسميها medullary ray، ودي عبارة عن a group of stray tubules arise from the base of the renal pyramid into the cortex. Group of stray tubules. طيب يا دكتور هي الكيدني بقى بتتكون من ايه؟ بتتكون من حاجة اسمها كل سواء الكورتكس او المضلة بتتكون من حاجة اسمها urinephorous tubule. هي دي الstructural او functional unit of the kidney. تمام؟ عندي حاجة اسمها urinephorous tubule هنبتدي ناخدها حالا بالديتيلز بتاعتها، بس انا حبيت اوريك الstructure in general of the kidney. تمام؟ again تعالى نعيد مع بعض. ادي من فوق الجزء اللي بره ده اللي هو الكبسول، واندر ذا كبسول ات از ذا كورتكس، واندر ذا كورتكس دي ذا رينال بيراميد اور الميدالري بيراميد اللي موجوده عندنا دي. كل البيراميدز اللي موجوده دي موجوده في المضله. الابيكس توورد ذا كورتكس، البيز سوري البيز توورد ذا كورتكس، والابيكس توورد ذا رينال بلفس. لو تاخد بالك معايا في عندي الجزء ده، الجزء اسمه كورتيكال تيشو ده اللي هو موجود in between the pyramids we called it column of Vertine. column of Vertine ايه؟ column of Vertine دي عبارة عن كورتيكال تيشو between the renal pyramids. ما تتخضش خالص من الاسامي. يبقى انا عندي حاجة اسمها renal pyramids، تمام، in between في عندي كورتيكال تيشو موجود، مش موجود في شكل داخل كده between the pyramids، نسميها ايه؟ هنسميها columns of Vertine.
تمام. ادي شكل البيراميد تاني، هعيده عليك اهو معاك، برسمه معاك. تمام، لو تلاحظ معايا المدلر ريز اللي موجوده دي، وزي ما اتفقنا المدلر ري ليه سميناها كده؟ لان هي عامله زي شعاع موجوده على البيز اوف ذا رينال بيراميد، وهي عباره عن ستريت تيوبيولز بتاعه اليورينيفروس تيوبيولز اللي احنا هنبتدي نتكلم عليها دلوقتي. طب يا دكتور انا عندي لفظ اسمه رينال لوب، يعني ايه حضرتك رينال لوب؟ ده عباره عن الرينال بيراميد والكورتيكال تيشو اللي فيه. يعني انا لو خدت الجزء ده كله، الجزء ده كله، ده هسميه لحضرتك اسمه رينال لوب. رينال لوب يبقى انا عندي بيراميد بلس كورتيكال تيشو اباف ات. Again, renal lobe, it is the cortical tissue, it is the renal pyramid surrounded by the cortical tissue surround it. يبقى احنا خدت كام حاجة، كام لفظ جديد بالنسبة لي؟ خدنا cortex، خدنا مضلة، اخدنا renal pyramid اللي هي البيز بتاعتها towards the cortex والapex towards the renal pelvis، اخدنا كولم اوبرتين اللي هي عباره عن كورتيكال تيشو ان بتوين ذا رينال بيراميد. اخدنا يعني ايه رينال لوب، واتفقنا رينال لوب يعني بيراميد، رينال بيراميد سراوندد باي ذا كورتيكال تيشو. ذيس بارت، كل البارت ده هسميه رينال لوب. ده مكان الرينال لوب، رينال بيراميد بلس كورتيكال تيشو اباف ات. انا عماله اعيد وازيد فيه علشان ده الاساس. بعد كده لما هنيجي نتكلم بقى عن الكيدني، خلاص انت عرفت ايه هي الستراكشر اوف ذا كيدني ان جنرال. ده كده مكان المدولار ري اللي هو طالع من البيز اوف ذا بيراميد. تعالى بقى نتكلم على اليورينيفروس تيوبيول اللي انا عماله نتكلم عليها، اللي هي الكيدني سواء الكورتكس او المظله. هي فيها مين؟ فيها اليورينيفروس تيوبيول. دول عددهم كام يا دكتور في كل كيدني؟ from 1 to 4 million in each kidney. يعني كل كلى من عندنا فيها 1 to 4 million of the urinary tubule. اوكي، طيب بتتكون من ايه؟ اول جزء عندنا حاجه اسمها رينال كورباسل. اول جزء عندي في اليورينيفروس تيوبيول، الجزء ده اللي هتشوفه انت اندر ذا مايكروسكوب عامل زي راوندد كده، عامل زي الورده موجوده اندر ذا مايكروسكوب. هنعرف بقى الاستراكشر بتاعها ده، لان الجزء ده مهم جدا جدا. ده بقى اللي بيعمل لك فلتريشن للبلد من اي ويست برودكت موجوده عندك، وحاجه اسمها اليوريا والكرياتينين والحاجات اللي موجوده، اللي لو لا قدر الله في مشكله عندنا في الرينال كورباسل دي، الناس بتعمل بتروح وتعمل غسيل للكلى. تمام، فالرينال كورباسل دي مهمه جدا جدا. يبقى احنا اتفقنا على النمبر اوف ذا رينيفروس تيوبيول في اتش كيدني من 1 تو 4 مليون. الكومبوننت بتاعتها، انا عندي خلي بالك اليورينيفروس تيوبيول دي هي بتتكون امبريولوجيكالي فروم تو بارتس. البارت ده بسميه نيفرون، والبارت ده بسميه كوليكتنج تيوبيول. يبقى انا اولا عشان نبقى فاهمين، اليورينيفروس تيوبيول امبريولوجيكالي وفانكشنالي هي مقسومه انتو تو بارتس، بارت كولد ات نيفرون اند انذر بارت كولد ات كوليكتنج تيوبيول. طب يا دكتور تعالي دلوقتي عرفيني على النيفرون بيبتدي منين، او ايه هي الكومبوننت بتاعته؟ زي ما اتفقنا بيبتدي من عند الرينال كورباسل. افتر ذا رينال كورباسل، لو شايفين التيوبيول اللي ماشيه دي كولد ات بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. بروكسيمال عشان هي اقرب حاجه للرينال كورباسل فسميناها بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. كونفوليوتد يعني ملولوه على نفسها كده، وبتبقى زي ما احنا شايفينها تورشوس كونفوليوتد. تمام، بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. يبقى بعد ما خلصنا رينال كورباسل ومشينا على البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، بص معايا شكل اليو شيب. ذيس يو شيب وي كولد ات لوب اوف هانل. لوب اوف هانل ات از يو شيب. افتر لوب اوف هانل ذيس كونفوليوتد بارد وي كولد ات ديستال كونفوليوتد تيوبيول. اجين يورينيفروس تيوبيول فورمد اوف تو بارت، نيفرون اند كولكتنج تيوبيول. نيفرون بيجين فروم رينال كورباسل، after that proximal convoluted tubule، after that loop of Hill، after that distal convoluted tubule. The another part of the urinary tubule is the collecting tubules. Is the collecting tubule. So collecting tubule it is not part of the nephron. Collecting tubule it is not part of the nephron. It is part of from what? Urinary tubule. Again. Urinifrous tubule formed of nephron and collecting tubule. Nephron formed of what? Renal corpuscle, proximal convoluted tubule, loop of Hill, distal convoluted tubule. Again? Okay. تعالوا نشوف هنا تاني.
اليور انفورميشن بقى، لما نيجي نعمل يور انفورميشن زي ما بقول لحضرتك ان جزء الجلوميرولس دي مهمه جدا، هي اللي بتعمل لك فلتريشن اوف ذا بلاد فروم ويست برودكتس فروم دراجز فروم اني فروم يوريا فروم كرياتينين. الناس اللي عندهم حد عندهم مشكله في الكلى دايما هتلاقيهم بيقول لهم تابعوا شوفوا اليوريا كام شوفوا الكرياتينين كام شوفوا الحاجات دي عندهم كام، لان دول المفروض ان هم بينزلوا مع اليورين ما بيكونوش موجودين، لان المفروض ان الجلوميرولاي بتاعتنا بتعمل فلتريشن لكل الكلام ده ينزل مع اليورين. بس الناس اللي هم عندهم كيدني ديزيز او عندهم مشكله في الكيدني ما بيعرفوش يتخلصوا من الويست برودكت ولا من الدراجز ولا من اليوريا ولا من الكرياتين، فتلاقوهم عاليين في البلط. نرجع تاني لكلامنا، يبقى انا عندي الجلوميرولس زي ما اتفقنا، وبعد الجلوميرولس عندي البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، وبعدين عندي الجزء اليو شيب ده اسمه لوب اوف هيل، وبعدين عندي الجزء ده اسمه ديستال كونفوليوتد تيبيول، فاينالي ذس بارت كولد كولكتنج تيبيول كولكتنج دكت اند ات از نوت بارت اوف ذا نيفرون ات از نوت بارت اوف ذا نيفرون. اوكي، يبقى احنا كده حفظنا ان جنرال شكل النيفرون اللي هبتدي اتكلم عنه وابص عليه بقى اندر ذا مايكروسكوب، هنمسك بارت بارت فروم ذا نيفرون ونشوفه اندر ذا مايكروسكوب. تعالوا بقى نتكلم على النيفرون اجين، خلي بالك مهم جدا الكولكتنج دكت ملهاش دعوه بالنيفرون، هي تكمله بعد ما بخلص البارتس اوف ذا نيفرون في ضغط كبيره ماشيه ماسكه فيه اسمها كولكتنج، اللي هي بتجمع بعد كده اليورين وبتخرجه خالص بره، دي اسمها كولكتنج ملهاش دعوه بالنيفرون خالص، هم بس هم تبع اندر تايتل كول يورينيفرس تيوبيول. تمام. تعالوا بقى نتكلم على النيفرون. زي ما اتفقنا الجزء الروزيت ده المدور ده بنسميه رينال كورباسل او بنسميه رينال جلوميرولاي، تمام، شبه الروزيت كده، هتلاقيه شبه الروزيت، هتلاقيه عامل شبه مدور كده شبه اهي، ادي الجزء ده اسمه رينال جلوميرولاي، هو عباره عن شويه كابيلاريز. هنتكلم عن كل حاجه دلوقتي. شايفين الجزء الكونفوليوتد ده البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، شكلين شكل اليو شيب ده لوب اوف هين، الكونفوليوتد بارت ده بس بعيد شويه عن الجلوميرولاي بنسميه ديستال كونفوليوتد تيوبيول. فاينالي بقى شايفين الجزء ده الجزء اسمه ايه كولكتنج تيوبيول، تمام، بس it is not a part of the nephron. تمام يا شباب، يبقى احنا اتفقنا ان انا عندي دلوقتي رينال كورباسل عباره عن ايه، الجزء اللي جوه ده عباره عن الكابيلاريز، والكابيلاريز دخلت وعملت دخلت حوالين الابيثيليوم اللي حواليها ده، زي ما احنا شايفين انا بلف لك عليه اهو، ده الابيثيليوم اللي هي قسمته انتو تو لايرز، اللايرز اللي جوه اللي ماسكه فيه الكابيلرز على طول بنسميها الفيزرال لاير، واللاير الابعد منها او الاوتر لاير دي بنسميها برايتال لاير. اجين لو تخص بص معايا الكابيلرز وهي بتدخل نفسها جوه البومنز كبسول، ادي الكابيلرز قسمته انتو تو لايرز، اللاير اللي ماسكه فيه اللي حوالين الكابيلرز على طول هنسميها فيزرال لاير، والاوتر لاير اسمها برايتال لاير. يبقى كده انا عندي الرينال كورباسل بتاعتي بتتكون من ايه، بتتكون من الرينال الكابيلرز او الجلوميرولار كابيلرز سراوندد باي بومنز كبسول، الكبسول ده بقى موجود عندي في تو لايرز، انر لاير اسمها فيزرال لاير اند اوتر برايتال لاير. يبقى انا لو جيت قلت لك each renal capsule formed of what formed of Bowman's capsule which is formed of two layers and glomerular capillary and what's called mesangium. mesangium هوريك بقى انا الميسانجيوم ده عباره عن ايه، هو بيبقى عباره عن شويه سيلز وكونكتيف تيشو حوالين الجلوميرولار كابيلاريز دول بيعمل لهم سبورت. اوكي، يبقى احنا شفنا الجلوميرولار كابيلاريز بدات عمل ازاي، عملت انفيد للابيثيليوم ده ودخلت فيه او البومنز كبسول ده وقسمته الانر فيسرال لير واوتر برايتال لير. يبقى انا زي ما اتفقنا هي شكلها سفيريكال زي ما احنا شايفين. فاينالي بقى خالص الرينال كورباسل خلاص بعد ما حصل لها ديفلوبمنت بيبقى شكلها كورباسل اللي هي بتبقى شكلها راوند شيب، افتكرها شكلها كده شكل الروزيت، شكلها شكل الاورنج، اي حاجه كده شكلها راوند. اوكي، ليها تو بولز، فين البولز بتاعها؟ انا عندي البول ده اللي داخل فيه الارتري ده بنسميه الافرنت، والجزء اللي خارج منها ده بنسميه الافرنت. الافرنت ده اللي بيكون شايل نون فلترد بلاد، ده جايب البلاد بتاعنا وداخل بيه على الجلوميرولاي دي كلها على الجلوميرولار كابيلاري عشان يحصل له فلتريشن وبعد كده يرجع filtered. يبقى الافرنت بياخد بيبقى شايل نون فلترد بلاد، بيدخل على الجلوميرولار كابيلاري يحصل له فلتريشن بيطلع
filtered blood بيبقى yes في filtered blood تمام حصل له filtration. يبقى انا عندي حاجه اسمها vascular pool. البول ده اللي هو عندي الافرنت بيدخل والافرنت بيخرج we called it vascular pool. vascular pool يبقى again glomeruli or renal corpuscle formed of vascular pool. This part called vascular pool and we have what is called urinary pool. Urinary pool ده المكان اللي بتبتدي فيه at which proximal convoluted tubule begin. The part at which proximal convoluted tubule begin we called it urinary pool. كده الموضوع so simple خالص اهو. عندي afferent بياخد non filtered blood بيدخله جوه الجلوميرولار كابيلري عشان يحصل له filtration هيرجع تاني in the afferent filtered blood. اوكي انتوا يعني واخدين بالكم معايا ان انا عندي حاجه هنا ماسكه في الجلوميرولار كابيلري حوالين الجلوميرولار كابيلري ده ايه ده البومنز كبسول ما ننساش ابدا ان الجلوميرولار كابيلري دي سراوندد باي بومنز كبسول انر لير وادي دي الاوتر لير اور ذا برايتال لير اوف ذا بومنز كبسول سو المره الثالثه رينال كورباسلز فورمد اوف جلوميرولار كابيلريز رينال كبسولز or glomerular capillaries or Bowman's capsule and mesangium اللي انتوا شايفينه بس معايا دلوقتي البومنز كبسول والكابيلرز المسانجيوم شويه كده هنبتدي نتكلم عنه الجلوميرولار كابيلرز بيجي لها نون فلترد بلاد بتطلعوا فلترد بلاد اوكي عندي تو بولز vascular بول and urinary بول vascular بول اتفقنا الافرنت بيدخل والافرنت بيخرج اليورينري بول مكان اللي بيبتدي البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول تبتدي تخرج منه ده اسمه بروكسيمال اور بنسميه اليورينري بول نيجي هنا بقى يا دكاتره للبومنز كبسول وانا عايزاكم تعرفوا الديفينيشن بتاع البومنز كبسول الديفينيشن اوف ذا بومنز كبسول ات از دبل وولد تشامبر انفاجينيتد باي جلوميرولار كابيلري دبل وولد يعني ايه هو دبل وول دبل وول يعني ليه تو لايرز فيسرال لاير اند برايتال لاير طب فين الكلام ده يا دكتور بصوا معايا شايفين الجزء ده ده التوفت اوف كابيلري او بنقول عليه الجلوميرولار كابيلري هيكون في لير ادهيرنت على الجلوميرولار كابيلري من البومنز كبسول هنقول عليها الفيسرال لير وبعدين هيبقى عندي سبيس اسمه بومنز سبيس وبعدين عندي لير اهي اسمها برايتال لير يبقى البومنز كبسول هو عباره عن تو لير فيسرال لير ودي ادهيرنت للتوفت اوف كابيلري وعندي برايتال لير بتوين ذا تو ليرز انا عندي سبيس اسمه بومنز سبيس البومنز سبيس ده هيكون فيه ايه يا دكتور السبيس ده هيكون فيه ايه هيكون فيه عندي الجلوميرولار فلتر اللي نازل لي من البلاد بعد ما عملنا فلتريشن للبلاد مش الجلوميرولار كابيلاريز دي هتعمل لي فلتريشن للبلاد تمام الليكويد بقى اللي نازل وفيه الويست برودكت هيبقى فين هيبقى في الجلوميرولار سبيس او في البومنز سبيس في المكان ده خلاص يبقى البومنز كبسول هو تو وول او عباره عن تو لايرز فيسرال لاير اند برايتال لاير اند ذا بتوين تو لايرز عندي سبيس سميته على اسمه بومنز سبيس وده شكل الجلوميرولار كابيلاري اندر ذا لايت مايكروسكوبي تعالوا بقى هنا نبص على دايجرام ظريف جدا هيوريك شكل الافرنت ارتريول وشكل الافرنت ارتريول بصوا معايا انا الافرنت ارتريول هو اللي بيخش وبيعمل برانشز وبيعمل لي مين بيعمل لي التوفت اوف كابيلاري اللي حضرتك شايفه ده يبقى كل التوفت اوف كابيلاري اللي احنا شايفينه ده جاي منين جاي من الافرنت ارتريول تمام بعد ما عملت التوفت اوف كابيلاري البلاد بتاعي هيرجع في ايه بعد ما عملت له فلتريشن هيرجع في الافرنت ارتريول يبقى انا عندي افرنت هيعمل لي توفت اوف ذا كابيلاري او جلوميرولار كابيلاري وهيرجع لي في مين هيرجع لي في الافرنت ارتريول خلاص هنا الدايجرام ده رائع جدا بيوري لحضرتك شكل البرايتال لير وبيوريك شكل الفيسرال لير تمام طب فين يا دكتور الفيسرال لير لو خدت بالك معايا هتلاقي خليه اهي موجوده اهي ادي الخليه اهي والنيوكليوس بتاعتها اهي ادي ده النيوكليوس بتاعه البودوسايت والخليه اهي اللي ليها برانشز كتير بنقول عليها برايمري وسكندري بروسس الخليه دي الديفينيشن بتاعها بنقول عليها موديفايد ايبيثيليوم او الاسم التاني ليها بودوسايت تمام ليه اسمها موديفايد ايبيثيليوم لان هي خلايا سيمبل خالص وهي عباره عن ستيليت ان شيب وليها بروسس وادهيرنت دايركت لمين للبلاد كابيلاري يبقى انت حضرتك لو خدت بالك هتلاقي عندي الكابيلاريز عندي اهي ادي الكابيلاريز موجوده وادي الخليه موجوده عليها مباشره دايركت عليها اللي هي البودوسايت والبودوسايت دي بين قوسين بتعمل لي الفيسرال لير اوف ذا بومنز كبسول تمام وبعدين عندي سبيس في سبيس بعدها وبعدين في الاخر عندي البرايتال لير خلاص الجزء ده طبعا اتفقنا ان ده الايه اليورينري بول والجزء ده اتفقنا ان هو اسمه الفاسكولار بول
وفي النص الجزء اللي عامله زي الروزيت الجميله دي اسمها الجلوميرولار كابيلاري اللي بتنضف لنا البلاط بتاعنا من اي ويست برود اكتيريوريا والكرياتينين واكسس صوديوم واكسس بوتاسيوم واكسس كالسيوم. كل الجلوميرولار كابيلاري دي ربنا خلقها كانها زي المصفى بتخلصنا من اي ويست برودكت نخلص منها. تمام. Formed of what's called it podocyte. These are modified epithelium that line the visceral layer of the Bowman's capsule. يبقى انا لو جيت قلت لحضرتك ال visceral layer of Bowman's capsule دي lining epithelium اسمه ايه؟ هتقولي يا دكتور ده modified simple epithelium and the cell which formed this modified epithelium we called it podocyte. زي ما احنا شايفين ادي شكل البودوسايت، ادي شكل الخلية، هي شكلها stellate in shape, have many processes, ليها processes كتيرة جدا، بنسميها ليها primary processes and secondary processes. primary processes and secondary processes. اوكي؟ تمام يا دكاترة؟ فاهمين كده دلوقتي معايا البودوسايت؟ طيب تمام، تعالوا نشوف صور اكتر للسيل دي. خلي بالك احنا under the microscope او under the electron microscopy البودوسايت دي زي اي سيل موجودة في جسمنا، فيها ليها نيوكليوس، ليها RER، ميتوكوندريا، جولجي أباريتوس، فيها كمان زيادة فيها حاجة اسمها microfilament زي الاكتين عشان تديها contractile ability. اجين يبقى انا لو انا عندي جبت لك الدياجرام ده ووريتك وقلت لحضرتك ده عندي ادي الجلوميرولار كابيلاري، طبعا هم كتير، ده دياجرام كده بس تو يعني عشان توضيحي عشان حضرتك بس تتخيل معايا شكل الكابيلاري وبيكون حواليها ازاي البودوسايت. ادي الخليه عندي دي اسمها بودوسايت اللي لونها اورنج، دي البودوسايت. بص معايا كده ادي البروسس بتاعتها اوف ذا بودوسايت، بطلعها برايمري بروسس وبرايمري بروسس طالع منها سكندري بروسس. اوكي، زي ما اتفقنا under the electron microscopy هي زي اي سيل، احنا بس هنزود عليها ان هي فيها microtubules and microfilaments that give their contractile capacity اللي بتديها ال contractile capacity. تمام، موجودة فين البودوسايت دي؟ it forms the visceral layer of the Bowman's capsule. it attach directly to what? attach directly to the capillaries, attach directly to the glomerular capillary. خلاص يا شباب، يبقى احنا عرفنا ان انا عندي لازم عشان الكيني دي تعمل فلتريشن او الجلوميرولاي دي تعمل فلتريشن للبلاد لازم يكون عندي فينستريت بلاد كابيلاري، لازم كمان تكون البودوسايت which surround the fenestrated blood capillary between the process of it there is filtration slits but these slits covered by what's called filtration slit diaphragm. طب ليه محطوط filtration slit diaphragm؟ عشان ما عديش اللارج مولكيولز، اعدي فقط السمول مولكيولز. يبقى انا الفلتريشن سليت دايفراجم اللي موجود بين ذا بروسيس اوف ذا بودوسايت تو بريفنت الباسج اوف ذا لارج مولكيولز. هنا دي صوره باي اي ام، صوره الاي ام دي عشان ابين لحضرتك الجلوميرولار كابيلاري اند سراوند باي ذا بودوسايت اند اتس بروسيس. ده كده صورة بالإلكترون مايكروسكوبي بس لو باي لو باور، ده حاجة اسمها جلوميرولار بيزمنت ممبرين. تمام، واللي عليه كتير ده البروسس بتاعت وات اوف وات البروسس اوف ذا بودوسايت دي سيل كولد بودوسايت. يبقى احنا زي ما احنا شايفين البودوسايت وكل دي البروسس بتاعتها موجودة على ايه؟ موجودة على الجلوميرولار بيزمنت ممبرين. لو ركزت معايا هنا جوه ده الاندوثيليوم اوف ذا جلوميرولار فينستريتد اوف ذا اندوثيليوم فينستريتد اندوثيليوم اوف ذا جلوميرولار كابيلر. تعالى نشوفها بقى على صورة ماجنيفيكيشن احسن. ادي عندي الجلوميرولار بيزمنت ممبرين وادي الاندوثيليوم، الجزء ده اللي هو الاندوثيليوم، خلي بالك دي الفينستريشن ان بتوين ذا اندوثيليوم وادي الاندوثيليوم. تمام، الاندوثيليوم ده زي ما اتفقنا قاعد على ايه؟ rest on basement membrane. تمام، بعد البيزمنت ممبرين ده الاقي مين؟ هلاقي البروسس اوف وات؟ هلاقي البروسس اوف ذا بودوسايت، كل دي بروسس اوف بودوسايت. اوكي، اف اس دي مين؟ فلتريشن سلس بتوين ذا بروسس اوف ذا بودوسايت. يبقى this picture is the electron microscopic picture of what? electron microscopic picture of the glomerular capillaries surrounded by podocyte and its process. Okay, basement membrane formed by what? Formed by the podocyte and the endothelium which rest on. يبقى أنا البيزمنت ممبرين مين قاعد عليه من الناحيتين؟ في عندي endothelium from one side
and البودوسايت from the other side. ده شكل السكاننج الكترون مايكروسكوبي عشان يبين لنا الجلوميرولاي. حضرتك شايف كل البروسس اللي موجوده دي، كل البروسس دي all these the process of the podocyte. تمام، all these process of the podocyte primary and secondary process, primary and secondary process of the podocyte which surround the glomerular capillary. يبقى الصوره دي for what؟ for the podocyte which surrounds the glomerular capillary. Again, the glomerular basement membrane. This is the capillary lumen. The RBCs موجودة في الكابيلاري اليومن. الجزء البلاك ده is RBCs present in the capillary lumen. This part is the endothelium. This part from the outer side is the podocyte and the process of the podocyte. This cells is the podocyte. All this is the process of the podocyte. Podocyte by electron microscopy. It is stellate in shape, have irregular nucleus, have many processes, primary and secondary processes, primary and secondary processes, rest on what? Rest in the glomerular basement membrane. What is the function of the podocyte? Share in the formation of the basement membrane. The podocyte D share in the formation of the basement membrane. Again, share in the formation of the basement membrane. برضو بتساعدنا في filtration of the blood by its process, by the filtration slits between its process. تاني حاجة موجودة عندي دلوقتي هبتدي اتكلم عليها اللي هي الجلوميرولار كابيلرز. يبقى احنا كده خلصنا البومانز كبسول، والبومانز كبسول احنا اتفقنا ان هو visceral layer اللي هي بتكونه البودوسايت، والاوتر برايتر لير اللي هي عباره عن سمبل سكويمس ايبيثيليوم عادي جدا، وان بتوين ذا فيزرال اند برايتر لير وي كولد ات بومانز سبيس. اوكي، ناو وي ويل ديسكاس جلوميرولار كابيلرز. جلوميرولار كابيلرز عباره عن ايه؟ فينستريتد سمبل سكويمس ايبيثيليوم. فينستريتد سمبل سكويمس ايبيثيليوم بنسميه، الحاجه الثانيه بنسميه endothelium. يبقى احنا عندنا ممكن نقول عليه glomerular capillaries، ممكن نقول عليه capillary endothelium، ممكن نقول عليها fenestrated simple squamous epithelium. اوكي، ادي شكل الجلوميرولاي كلها، ادي شكل رينال كورباسل كلها شفناها كذا مره خلاص. وانا عرفت ان انا عندي رينال كورباسل ليها vascular بول وليها urinary بول، واتفقنا الفاسكولار بول مكان vascular بول ده مكان الافرنت انتر to form the glomerular capillary، وده مكان الافرنت where it leaves the renal corpuscle. This part called it urinary bowl where the proximal convoluted tubule it begin at this part. Okay, this part called the glomerular capillary surrounded by what? By the podocyte. Surrounded by podocyte. يبقى انا لو جيت سالت حضرتك دلوقتي الكابيلرز اللي موجوده في الجلوميرولاي فينستريتد اور كونتينوس، لا يا دكتور لازم تكون فينستريتد عشان اعمل فلتريشن للبلد. تمام، ايه كمان ساعدك في الفلتريشن اوف ذا بلد؟ البودوسايت، الفلتريشن سليتس اللي موجوده بتوين ذا بروسس اوف ذا بودوسايت. الصوره دي شفناها كتير خلاص، اللي هي عباره عن الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، مش انا عندي الاندوثيليوم، الاندوثيليوم السمبل سكويمس اندوثيليوم ده أو الفينستريتد اندوثيليوم ده لازم يكون قاعد rest on what؟ rest on basement membrane. يبقى أنا في الصورة دي I see endothelium or capillary endothelium or glomerular capillary rest on basement membrane. On the outer side of the basement membrane there is what's called the podocyte and its process. يبقى أنا البيزمنت membrane ده بيتكون من جزئين، جزء من الاندوثيليوم وجزء من البودوسايت. Okay, basement membrane formed by podocyte and formed by the endothelium. دي صورة جميلة جدا بتوري لك ادي كابيلاري اليومن، ادي ده شكل كابيلاري. احنا خدنا شكل الكابيلاري اليومن في الفاسكولار سيستم، فاحنا خلاص عارفين شكل الكابيلاري اللي انا ماشي عليه ده، ده اللي هو عبارة عن الجلوميرولار basement membrane. وادي السيلز اللي قاعدة من جوه دي كلها، السيلز from the inner side. These cells we called it endothelium. Or الأصح نقول fenestrated endothelium.
ده من الانر سايد. من الاوتر سايد اتفقنا اي بروسس ما عنديش خالص، احنا من اول المحاضره ما بنقولش غير كلمه بودوسايت اند اتس بروسس، تمام؟ تطلق.